نروح لزميلتنا العزيزة نورهان طمان ومعاها لقاء مهم جدا مع السيد محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لشركة جي ال سي. اتفضلي يا نورهان. ولا زلنا طبعا متواصلين معاكم، وطبعا بنرحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولا زلنا في حفل يعني فعاليات أو تغطية حفل فعاليات التوقيع عقد الرعاية الثالث للنادي الأهلي، أو يمكن خلينا نقول المسميات أفضل، تجديد عقد رعاية جي ال سي في كتف النادي الأهلي. وإحنا معانا طبعا السيد محمد أمين الحوت، عضو رئيس شركة طبعا جي ال سي. بنرحب بحضرتك معانا شركة النادي الأهلي. أهلا وسهلا، ازيك عاملة إيه؟ طبعا بنبارك لحضرتك على تجديد عقد الرعايه في البدايه، ويعني خلينا نتكلم عن ازاي او كواليس الامر جه ازاي. شكرا ليك، انا سعيد جدا. طبعا احنا الرعاه الرسميين للنادي الاهلي تقريبا من حوالي 5 سنين. الفكره جت ان احنا لما حبينا نتوسع تسويقيا بحجم الشركه بتاعتنا، ما شفناش الا النادي الاهلي هو اللي هو من اكبر النوادي الموجوده، هو يليق بالحجم بتاع شركتنا. بقى كيانين كبار لما بيعملوا شراكه مع بعضهم اكيد في استفاده للكل، للجماهير وللنادي وللشركه عندنا. دي من اهم المعطيات ان احنا متمسكين في النادي الاهلي. طبعا احنا اول مره عملنا معاهم العقد لمده سنه، بعدين 4 سنين، والحمد لله النهارده جددنا ال4 سنين جايه باذن الله، وان شاء الله ال4 سنين جاي يكون وشنا حلو على الاهلي، وان شاء الله يحقق بطولات باذن الله. التسويق الرياضي للشركه، يعني فكره الدخول في عالم التسويق الرياضي بالنسبه للشركه جه ازاي؟ احنا مؤمنين بالرياضه، الرياضه هي العمود الفقري للشباب، الشباب كلهم بيحبوا الرياضه بوجودهم باكبر النوادي، النجاحات، الناس كلها بتشوف في لاعبين كتير نجحوا وبقوا عالميين، الناس كلهم عندهم طموحات. احنا القادمة في الفترة الجاية ايه اللي هتقدموه للنادي الأهلي؟ احنا ان شاء الله السنة دي خلصت، كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله السنة الجاية ابتداء من شهر 1 او اول شهر 2 هنقدم حاجة لجمهور النادي الأهلي، لجمهور اعضاء النادي بتاع النادي الأهلي. هنقدم كروت خصم، اي حد من اعضاء النادي الاهلي هيروح على اي محلات من محلات جي ال سي وهيبقى له ديسكاونت خاص للنادي الاهلي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هنكود اللون بتاع الاهلي، هنسميه اهلي كلر، هيبقى الناس اي حد يطلبه هيروح على المحلات هيطلب يقول لهم انا عايز النادي لون النادي الاهلي، هياخدوه على طول. دي الحاجه الجديده هنقدمها. طبعا احنا ان شاء الله ابتداء من الكوارت الجديد هنحط خطه، احنا ان شاء الله عقدنا 4 سنين، هنحط خطه كوارتر علشان الاهلي يستفيد مننا اكتر ما يقدر، واحنا نستفيد من اعضاء النادي والجمهور ونوصل اللي احنا محتاجينه للناس. التعاون بقى مع كابتن محمود الخطيب، يعني كان ماشي ازاي؟ يعني كابتن محمود الخطيب طبعا اسطوره رياضيه، يعني ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، التعاون معاه ومع مجلس اداره كان ازاي؟ احنا لما بنشتغل مع اي حد بنشتغل معاه بطريقه استراتيجيه، احنا الاثنين واحد، لازم هو يكون مستفيد واحنا برضو نكون مستفيدين. طبعا التعاملات اغلبها كانت عن طريق شركه برزنتيشن، احنا برزنتيشن تاريخها معانا طويل، احنا بقالنا معاهم تقريبا 5 سنين. الشغل معاهم استراتيجي، دايما مفكر لقدام، ما مفكرش للحاجات القريبه، مفكر للحاجات البعيده. يعني اغلب شغلنا مع كل الشركات احنا بنحب نشتغل شغل استراتيجي لخمس ست سنين قدام، ما بنحبش ان احنا نشتغل لحاجه مداها قصير، المدى الطويل هو اللي بيفيد الطرفين. يعني التوقيع العادي كان يعني سهل جدا، يمكن احنا كان في شويه تريكات كده مع البرزنتيشن، بس الحمد لله خلصت على طول ما فيهاش اي مشاكل. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي في طبعا يوم سعيد زي ده. انا بهنيهم ان هم بيحبوا الاهلي، انا كان نفسي يعني احب الكوره من زمان بسبب الاهلي، دايما يشجعوا ان شاء الله الاهلي دايما هيبقى في القمه، هو تاريخه كبير ودايما هيفضل كده باذن الله، وخليكم وراه لانه فعلا هو اكبر نادي موجود واعرق نادي موجود وادم واحد موجود. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد امين الحوت، رئيس مجلس اداره طبعا شركه جي ال سي. بشكر حضرتك جدا. شكرا لك، ميرسي لك، شكرا.
وده طبعا كان لقائنا مع السيد محمد امين الحوت رئيس شركه جي ال سي، واتكلمنا معاه عن يعني هيقدم ايه للنادي الاهلي والشركه هتقدم ايه للنادي الاهلي في الاربع سنين القادمين. كمان هو قال لنا يمكن حاجه حصريه لقناه النادي الاهلي ان هيكون في لون معين للنادي الاهلي، ناس هتروح او يعني الجماهير هتروح للشركه او منافس بيها الشركه هتقول احنا عايزين لون النادي الاهلي. ده كان طبعا لقائنا مع السيد محمد امين الحوت. شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا لك يا نورهان. وجمله مهمه جدا، لان دي الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها قبل بدايه وقاع المؤتمر الصحفي، مش فكره تعاقد ورعايه ودفع اموال، لا اكيد في تفاصيل ممكن تتم من خلال جماهيريه النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي من خلال الشركات، سواء اتصالات مصر، بنك ابو ظبي، مصر الاول، كمان بنتكلم على شركه جي ال سي. اكيد جمهور النادي الاهلي هيبقى فيه استفاده كبيره جدا من خلال هذه التعاقدات والرعاه اللي هيشتغلوا مع النادي الاهلي خلال السنوات الاربع القادمه.